separately has had ميسي الى 20 هدف. ونحن ننتظر بطبيعه الليغا الاسبانيه في هذه الموقعه ما بين اتلتيك. الفريق الزائر القادم من العاصمة مدريد. Regular Champions League spot as we take a look at Gaisca Gari. Ander Kappa. Throw into the path of Iñaki Williams. And it's Raul Garcia that goes down. And Cholo saying, hey, que pasa? الكرات المتبادلة وكالعادة يعني تريبير سافيت خيمينيز لودي ومن خلفهم أيضا حارس مرمى جيد اللي هو أوبلاك الحارس السلوفيني حارس مرمى ولكنها تصعد على أساس تصل في الأخير المشتركة إلى السطر من قبل حكم المباراة إلى الضربة الحرة المباشرة لمصلحة الدقيقة السادسة. يأتي الهدف الأول، كرة تحولت الرأسية نعم ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، تقدم المدافعين حتى اليسرى بينما هناك الإنجليزي ممتاز طريق اللي قد هجوم الآن تحولت إلى الأمام السريعة لكن يتدور بدت تظهر الآن أكثر. تريبير يتقدم كالعادة الأقرب الحقيقة لتسجيل الهدف الأول ربما في هذه المباراة إلى صفرة وإلى خطأ لمصلحة حقيقة متوقع بالأوضاع العادية لكن في بعض الأحيان ربما أتلتيك بلباو بدون خطورة أساس أن مباريات الليغا تنتهي الحرة المباشرة اللعبة عالية تحولت الرأس حلوة 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 مرور ممتاز والكرة تهية بشكل جيد حاتم لكن يعني الوضع يحتم علينا ان احنا بعد يعني بعض اللقطات في بعض المباريات تشحن انتقام حتى في الليغا الاسبانية يتعادل في بلباو لغاية مدريد ديجو كوستا ما بان لغاية الان ممكن يظهر في اي لحظه وهنا التسديده لكن الكره الى خارج ارضيه الملعب بالكره التي تصل الى كوكي كوكي يتابع تمرير جميل حقيقه في دوري الابطال كما ذكرت هدفين فوله جميله لمصلحه اتلتيك بلباو الراسيه ولكن يتالق حلوه 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 لقطه جميله في المباراه هي اللقطه الاجمل الاخطر لأتلم الكرة أكثر وويليام نفسه اللي لعب الكرة الرأسية لعب صاحب المدينة اللي هو أتلتيك بلباو يسد ووصلت مرة أخرى بهذا الشكل لمصلحة أتلتيك بلباو تبقى أيضا إلى ضربة ركنية مع عودة محاولة ويليامز شوف مثلا الجولات القادمة يبحث عن بطولة كأس الأمم الأوروبية تأجلت 33 دقيقة ما حد سجل ولا جول لين الحين سجلنا هدف في هذه المباراة اللعبت وتحولت حلوة حلوة كاد أن يأتي الهدف الأول جدا أتلتيك يورنتا توماس بارتي المنتخب الاسباني عقبهم ممكن يلعب ممكن لا الخطوره مستمره والتسديده قد تاتي من لاعب في دقائق يعني بعض الدقائق كانت لمصلحه اتلتيكو ايضا مدافع قوي لذلك اتلتيكو مدريد عاده صعب يسجل ولكن جول جول صارت الامور بشكل طبيعي للغايه الحقيقه في المباراه وبالتالي يتمكن أتلتيك بلباو من السيطرة وترجمة هذه السيطرة إلى تسجيل الهدف الأول كنت أقول الحقيقة إذا سيطر إذا تتقدم وخاصة أمام المتبقية على نهاية الشوط الأول الكرة الخطيرة تنحط في الجول جول مباشرة ردة الفعل تأتي من أتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريد بواسطة دييغو كوستا لم يهلع كثيرا الحقيقة أتلتيك بلباو بالهدف دييغو شوف أعتقد في هبة من متوسطي قلب الدفاع في فريق شوف 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 أعطي الفرق يعني تبادلوا يعني في المرحلة
أتلتيكو مدريد يبدأ هجوم بسيميوني. أتلتيكو مدريد قادم على هذا الأساس، يعني محاولة أخرى والتسديدة لكن إلى خارج أرضية الملعب. طبعا احنا في الجولة رقم فرص وفيها الهدفين وفيها حتى محاولة الآن. 12 لاعب على الاحتياط، مسموح الكل على الاحتياط، تبديلات 5، الفار موجود، عد هذه الأمور نتمنى لا تحدث. قادم إلى التعادل هنا ولا صاحب الملعب أتلتيك. وحكم المباراة سيداتي أنساتي سادتي بين أتلتيكو مدريد، والرد كان سريعا من أتلتيكو مدريد لم يكن. And the ball is back in play. 45. Almost forgot Jan Oblak, who's been terrific as well. No team has conceded less goals at home. Well, you mentioned Gonzalo Melero. He scored him against Granada. What a game that was as well. Koke does well to get past Yuri. Crosses the ball towards that second post. Diego Costa was there. He's adjudged to have fouled. You're clashing heads. He's been tremendous, Yeray Alvarez. In fact, I can't point to a single. Koke running into the channel. Crosses first time, square ball. Red carpet pass. Carrasco is there. Gets cleared out for a corner. Banda donde Lodi puede buscar el centro. Atacaba Marcos. Baja ahí Tomás. El balón de Tomás. Para Íñigo Córdoba, que intentaba devolver otra vez para Yuri. Se cruzaba el campo del Atlético. El centro de Íñigo Córdoba va a llegar hasta Raúl García. Tiene tiempo para contar los futbolistas, Enrique. Ha robado capa. Quería llegar también arriba. Dentro hacia Iñaki Williams. Williams que consigue girarse. Bien. Intenta la acción. Que robes o que te superen, como ha sucedido. Qué buen pase de Iñaki para Yuri. Que termina estrellando la pelota en el lateral de la red por fuera. En una buena combinación ahora del Atlético. En el fútbol, por lo menos en partidos oficiales, sí en los amistosos. Vamos a ver el pase. Si no, en el caso de Diego Pablo Simeone, cambiar hasta 3 de golpe. Vamos a ver cómo Córdoba saque lateral, no pierde tiempo el Atlético, aparece Carrasco, busca en este minuto ya 18 que se acaba de cumplir. Iñaki Williams en los cambios, quizá Trippier está empezando a sufrir por esa banda derecha, las acometidas de Yuri con el colombiano Arias, pues quiere el francés con la llegada de Renan Lodi, el servicio hacia el área, la llegada de segunda línea, atentísimo Yuri Berchiche. Tomás recorta, intenta sacar el Muniain hacia Yuri. Yuri intenta marcharse, pero ahí le tapa bien. Y con Felipe, yo no sé si estás de acuerdo, Álvaro. Enlaza con Iñaki Williams, de nuevo el lateral buscando al delantero. Equilibrio, la lucha ahí en el centro del campo, la pelea entre Muniain y Koto. Toca Dani García, intentando llevar el balón otra vez hacia el área. Raúl, y para que en definitiva el equipo tampoco pierda la conexión y el orden. Mando bien por dentro para Vesga. Vesga que saca el centro quizá al Dalemar, deja pasar Correa con la intención de que pudiera recibir Álvaro Morata. Intentando llegar de una forma un poquito más colectiva y el Atlético quizá esperando pues algún despiste, algún error y aprovechar alguna jugada algo más rápida. Desde luego para sus intereses, Koke juega para Tomás, se cierra la defensa del Athletic sobre el ganés. Estaba muy cerca y el colegiado indica falta. Yuri ya recuperado, de nuevo para Muniain por dentro, la presión de Tomás. Ahí está el francés golpeando esa pelota que se estrella la barrera. El balón que salía despedido en dirección hacia la zona ocupada por Unai Simón y el guardameta del Atlético. Pues que solo ha hecho 2, de momento el conjunto bilbaíno. Los 5 ya, Simeone, el último rendimiento con muchísimos efectivos. Juega el Atlético, intentaba meter ese Lodi con Correa, el pase de Lodi, la pelota que queda suelta, Arias puede marcar y Unai Simón salva in extremis a su equipo en esa clarísima oportunidad que acaba de tener el Atlético de Madrid en el minuto. Atrás busca el centro ahora Iñaki Williams y Oblak tendrá que correr. Se apoya en Saúl, este de primeras hacia Correa. Correa al final no puede conservar. Ahora Correa que ha conseguido conservar esa pelota girándose en carrera. No era fácil. El balón que le cae a Correa, se marcha Arias, derribado por Íñigo Martínez en una jugada en la que va a llegar una nueva cartulina amarilla, Xavier. Allá va el servicio, cerrando ese lanzamiento aquí. Que tiene el jugador francés, una pena que sea tan intermitente. Llega más entero el dato de vista físico el equipo vasco y tenemos... Through about 70-75 minutes, Atlético Bilbao, the better team in terms of possessing,
not creating too many opportunities out of that, outside of the goal. And if you look at clear chances, you look at Carrasco and Arias, you might say Bilbao was lucky.